عندنا هنا في النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي دايما بيختار الوقت اللي هو يتكلم فيه بناء على المعلومات اللي بتجيله وبناء على المخاطبات الرسميه اللي بتجيله، والنادي الاهلي له دور كبير جدا جدا في مصر كلها وفي العالم العربي وفي الشرق الاوسط بالكامل. وبالتالي لما النادي الاهلي بيتكلم، يعني عندك اكتر من كام مليون، انا ما اعرفش، يعني حوالي 200-300 مليون واحد بيحبوا النادي الاهلي في العالم كله يعني. فالنادي الاهلي لما يتكلم لازم يتكلم بناء على مخاطبات رسميه وبيانات رسميه او ما بينه وما بين اتحاد كره القدم اذا في هذه الحاله. يعني في ناس تانية متعوده ان هي تطلع تتكلم لوحدها، يعني من غير قرار مجلس اداره ومن غير كذا ومن غير كذا ومن غير كذا. النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي مش كده، والنادي الاهلي عمره ما هيبقى كده. طول عمرنا مع تعاقب مجالس الادارات المختلفه من اول انشاء النادي الاهلي وحتى الان، دايما كل حاجه بتدرس في اجتماع لمجلس الاداره ويخرج قرار مجلس الاداره. لو الاغلبيه، لو مجلس الاداره فيه 11 في 6 موافقين وخمسه، الخمسه بيبقوا مساندين للقرار اكتر من الست. الخمسه اللي رافضين القرار بيبقوا مساندين للقرار اكتر من السته. وبالتالي هي دي حياه المؤسسات. انا عارف ان في ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه مؤسسه، انا عارف، وناس كتيرة بتعتمد على الشغل الفردي فقط، أنا ده فاهمه كويس جدا، لكن في نفس الوقت اتعلموا من النادي الأهلي يعني إيه شغل المؤسسة بيتعمل إزاي، أو الشغل المؤسسي اللي البلاد كلها حوالينا كمان بتبص على النادي الأهلي، كيف يتحرك النادي الأهلي، كيف يتخذ القرار مجلس إدارة النادي الأهلي. ما يطلعش يقول كده أي كلام. ومع ذلك، لأن كانت في ناس قلقانة، أنا معرفش الناس قلقانة ليه، لكن الناس لما طلعت او لما الناس قلقت برضو اكراما للناس وحبا في الناس، النادي الاهلي طلع بيان قال يا جماعه نقدر جلسه مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، الحقيقه اللي هيبقى له دور كبير جدا جدا خلال الفتره القادمه في اشياء كثيره جدا انا يعني غير مخول ان انا اتكلم عنها دلوقتي، لانه لم الشمل دايما بيبقى لازم يبقى موجود الفتره اللي جايه. لم الشمل لازم يبقى موجود الفترة اللي جاية، وأنا لا أتكلم بالنيابة عن حد، أنا بتكلم أنا هنا لما بطلع أتكلم بتكلم بوجهة نظري الشخصية. لما يبقى في معلومة، معلش أنا آسف بقى أكرر هذا الكلام كل شوية، ولكن لما بيبقى دايماً في معلومة بقول لحضراتكم إن دي معلومة، ولكن أنا ما باجي أتكلم في حاجة من وجهة نظري الشخصية. خلال الفترة القادمة مصر محتاجة النادي الأهلي. خلال الفترة القادمة مصر محتاجة كل واحد في الوسط الرياضي ان هو يعمل لشيء واحد فقط، وهو انجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية. وبالتالي الامور يجب ان يبقى فيها امور، او يعني يجب ان الامور تتلم خلال الفترة اللي جاية. خدوا بال حضراتكم انا هنا لا اقصد اي شيء خالص، انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، ولا حد بيقول لي تقول ايه، ولا ما حدش بيقول تقول ايه، ولا اي حاجة. انا لما باجي اطلع اتكلم مع حضراتكم ببقى بحاول ان انا اقول لكم وجهة نظري ونتناقش فيها مع حضراتكم. فعشان هو ده الفارق ما بين العمل المؤسسي او القرار المؤسسي والقرار الفردي. القرار المؤسسي والقرار الفردي، القرار المؤسسي بيوديك لنتائج جيدة، اما القرار الفردي هو واحد يعني، وانا لا اقصد اي حد والله، لكن انا بتكلم بشكل عام ان القرار المؤسسي ده بيبقى متاخد عدى على كذا لجنه، واللجان كلها او الادارات كلها شافت ايه الموضوع ماشي ازاي وفي اتجاه ايه وكذا وكذا وكذا، وفي النهايه يتم اتخاذ القرار بناء على توصيات معينه. لكن اللي بيبقى فردي ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى قاعد كده يقول لك ايه، القلم ده انا مش عايزه. طب مش عايزه ليه؟ او القلم ده ب 100 جنيه مثلا فانا هشتريه ب 500 جنيه. طب ما هو في فرق 400 جنيه، ما تشتريه ب 100. بيقول لك لا 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 انا هشتريه ب 500 جنيه. طب خلاص اوكي ماشي. فده عمل فردي، كل واحد له قرار فردي من دماغه او من كذا او من كذا، هو حر، مفيش اي مشكله. وانا هنا ما بتكلمش على حاجه، انا بتكلم على الفارق ما بين القرار المؤسسي والقرار الفردي. القرار المؤسسي دايما في الغالب وفي اغلب الوقت هو اللي بيطلع صح، لكن القرار الفردي دايما بيطلع قرار يعني اهم حاجه فيه الاهواء الشخصيه والامور الشخصيه فقط لا غير. وبالتالي ما تقلقوش حضراتكم،
مجلس إدارة النادي الأهلي طلع بيان وقال فيه كذا وكذا وكذا علشان خاطر حضراتكم ابتديتوا تقلقوا. وأنا قلت لكم في حلقة أول امبارح، أنا ما كنتش مع حضراتكم امبارح، في حلقة أول امبارح أنا قلت لحضراتكم ما تقلقوش، عندكم مجلس إدارة قوي يستطيع أن يتخذ القرارات في الوقت اللي هو عايزه، مش عشان حد يطلع يقول حاجة كده ولا كده هنطلع نقول إحنا أو مجلس إدارة النادي الأهلي هيطلع يتكلم إطلاقاً. مجلس إدارة النادي الأهلي بيتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ولازم حضراتكم تاخدوا بالكم من الموضوع ده كويس قوي، لأنه كل مرة أنا بطلع أقول لحضراتكم هذا الكلام علشان حضراتكم ما تستعجلوش.